مساء الخير متابعي مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي. دائما تنقل لكم احنا ماشي طرف في القضية، وانما تنحاولوا ان نوصلوا المعاناة والمشاكل والهموم ديال الساكنة. احنا منبر صوت لمن لا صوت له. في الايام القليله الماضيه كنا سجلنا مع دوار السبعيين معاناه ومشاكل اللي اكدوا لنا في التصريحات، وكان ساق من الاتهامات موجهه الى واحد من البرلمانيين السابقين هنا بالمنطقه ديال وزان عين الدفالي. اليوم وكيف تنقول لكم دائما في اطار حق الرد، حق الرد مكفول، البرلماني السابق الحاج سلام عزوز يخرج عن صمته، وجينا العين لما كان فين صورنا وعيشرح لنا ويوضح لنا ويوضح للمتابعين الاتهامات اللي جات من طرف ساكن الدوار السبعيين جماعة سيدي رضوان. انتقلنا العين لما كان مباشرة وعاد نعرفوا حقيقة ما وقع وما يقع. أنتم على المباشر متابعينا مشاهدينا مباشرة من نواحي عين دفالي جوار جماعة سيدي رضوان دوار السبعين. انتقلنا العين المكان عند الطرف الثاني باش نسمعوا منه ونسمعوا ويجاوب على الأسئلة اللي طرحت بخصوص ساكنة دوار السبعين. والحقيقة تنقلبوا دائما عليها في إطار الشفافية والنزهة والحقيقة. فانتقلنا، اجي معنا عمي الحاج هنا تفضل، اجي معنا هنايا باش يكون نشوفوا كذا. عمي الحاج مرحبا بك، كيف تنقولوا دائما في اطار حق الرد وحق الرد مكفول للجميع، وحنا ما تنتبناوش التصريحات ديال شي طرف، حنا دائما طرف محايد ومع الجميع تنقلبوا على الحقيقه. جينا عند الناس، سمعنا الطريق مقطوعه، سمعنا بانك انت قطعت عليهم يعني الطريق العين الوحيده ديال عين صدي اللي تمشي، سمعنا كاين واحد الشخص مبحوث عنه وتخدموا ودايروا باش ترهب لهم ولادهم والاسر ديالهم والنساء ديالهم، مجموعه من الاتهامات. شنو غنمشيو معك نقطه بنقطه. واخا تفضل عمي الحاج. بسم الله، واش غنبداو به؟ الاسم ديالك هو عزوز سلام، برلماني سابق، برلماني سابق ساكن بمدينه وزان. السؤال الاول غنمشيو للطريق عمي الحاج، الطريق الناس قطعت عليهم الطريق، الارض هذه وهذه الارض هذه ديال الدوله ماشي. الا قطعت عليهم الطريق السي عزيز عند كاينه، احنا في دوله الحق والقانون، عندهم الحق باش يمشيو للمحكمه ويسجلوا بيا دعوه ودحكم لهم المحكمه، وانا من ديك الساعات انا مستعد اني غنحكم لهم المحكمه بالطريق، نشوفوها فين جات ونعطوهم الطريق. حيت دابا هاد الناس يعني بغاو يديروا لي 10 طوقان في هاد الفلمه، وهي الفلمه ماشي ديالي انا بوحدي، هي باقه التعاونيه فيها 251 قطار كما قلنا، 66 ار، 96 سنتير، ومحفظه تيتر فونسي وشاري وداخل في المحافظه معاهم في الشيع. ولهذا انا كنقول بانني ما عندي طريق هنايا، الطريق هذا النصراني كيدوزو، الا كانوا هذاك النصراني كعاطيها لهم خير منه وعاطيهم واحد الطريق، خصهم دابا يمشيو يتبتوها، والا كعاطيها لهم قانونيا ياخذوها قانونيا، اما باش ياخذوها بالفوضى لا. ما يجيش واحد السيد مقيم اللي كيقول مقيم في السعوديه ويحرش بالدوار وهو في عود غيرصدم من الحق ويرصدم من الدين ويرصدم من شي حاجه اللي ما يتعداوش بها على الجيران، كيرصدم يقولوا بان هذه الارض ما هي لا التعاونيه وانا ما عندي شي الحق فيها، وما ولا يتحدوا يعني حتى المؤسسات ديال الدوله هما كي ينفوهم يعني بحال ما كاينين شي. سنه الحج شريت نتايا؟ شمن سنه شريت؟ انا شريت 2013 بديت ماشي كلشي، بديت نشري. اي واحد بغى يبيع من التعاونيه تشري منه؟ كنشري منه. هذه امور عادية لحد الان وصلت. دابا هو هذاك السيد باغي يدير 20 طريق هنايا،
داير هاد الطيق هذه لا غنقطعها. انا كان انا كنقولها وكان من نساء تيدير مجموعه من الامور وقالوا بانهم تم خدموا واخا عمي الحاج نكملوا. يلا بسم الله. القول ديالك عساس مخدم انت وعنده سوابق هرم من العداله وتدير لهم المشاكل الاخر من النساء وعطاهم القانون باش يبيعوا لمن ما ولا وماشي شايغه. انا كاين نسخ اللي شايين فيها ولكن انا اللي شايل الكثره. اذا نقدروا نفهموا من الحاجه ديال الطرق مقطوعات تيبان لنا الطرق الا هذه ما مقطوعه شي ولكن غنقطع دابا من ينهضوا هما كيقولوا بان الارض ماشي ديالي الا غنقطع حتى نحكم لهم المحكمه حيت هو داير اربعه طوقان. هاد الاراضي اه داير ثلاثه هو كيخرج الناس ونهار الحاد خرج معاه 12 ديال الناس. نعم 12 ديال الناس نهار الحاد الحد هذا وبدا كيفتح اين الطريق اللي كيفتح فيها اللي له دابا فتح ثلاثه طرق واحده سديتها بالطراكس وكنتحمل المسؤوليه ديالي فيها. هما هادو اللي كاينين هما هادو عجوج عساسه ها هما واقفين قدامك. لا لا ما عندي انا ما عنديش اللي مبحوث عليه. وإلا كان مبحوث عليه احنا في دولة الحق والقانون واش هو غيكون مبحوث عليه وغيخليوه يعيش هنا؟ وهي هذه تبع العين دفالي وتبع ليهم وهو اللي يقولوا عنده الكلب لا يمشي لي هذيك العيالات ولا ما عاد شنو ولا يخوف المدعي من حقهم باش يجيبوا له الجذرمية أو لا؟ نعم احنا في دولة الحق والقانون وانا هادشي لا علم ليا به. دابا اللي حاليا عندي هاد جوج العساسه. الارض ماشي ديال الدوله هذه ارض ديال الارض ديال اللي داخله في الملكيه وعندي البلان ديالها 251 قطار. فيها الطريق من هنا لحد ولا ما فيهاش؟ لا ما انا ما عندي طريق حتى تمتلم من المحكمه. قالوا بان الطريق هنا في البلان. الا كانت في البلان تمتلم من المحكمه حيت هذاك عاطيها من النصراني خيري خير منه. وانا ما هاد الناس يعني بغاو يدوا لي الارض ديالي ما غنعطيهمش تعطيهم المحكمه. هاد الارض شكون شاري فيها؟ شاري انت وشاري الناس اخرين؟ لا اللي شاري الاكثريه هذه شاري انا بوحدي وانا في الطريق غنطلب ان شاء الله الاستخراج ديالها. قالوا انت تدير بهم شكايات كيديه ما تقطعوا لا شجار ما تجيش. هذاك السيد اللي في السعوديه واحد الخطأ جاب التراكتور وجاب معاه هذوك وجا هنايا مع الطريق باش قطعت انا عليه ديك الطريق قطع العود قال بان هاد الارض المياه والغابه ماشي ديالي وديت بالشكايه وتحكم بشهرين ديال الحبس سوسيه في وزان واستانفناها لتطوان وهذاك زروال تا هو تحكم ثلاث شهور سوسيه واستانفناها لوزان والنظر العداله هي وما قالت و160 الف ديال الخطيه 8000 درهم خطيه اللي حكمت عليهم المحكمه حيث هو شجع ديك الناس 8 ديال الناس ياك التامي 8 ديال الناس شجعوا من جاوا بالتراكتور اللي قطع العود جاوا تاهما يقطعوا العود الراسم ديت بهم انا شكايه العاد الحمد لله العداله عطتني الحق ديالي يعني بالحجج. انت شاري بالملكيه ديالك بالوثائق ديالك معلوم تفونسي بالملكيه ديالي بكل شيء والناس تعطاتهم الملكيه 1975 ولكن عمي الحاج الا طلبوا هاد الناس هذا مش معطيهمش الطريق ما خليهمش الطريق مثلا في البلقان هنا دابا انا الا ما عطاتهمش المحكمه حيت حنا دخلنا للعيب دابا جيت هنايا نحرط صيفطوا لي العيالات تعرضوا ياك في الاول انا والتعاونيه واش حنا غندبزوا مع العيالات مشيت شكيت قايدت بهم الدعوه قايدت بهم في وزان تا هذاك اللي كيقول بانه مشيت لسيدي قاسم قايد الدعوه حيت انا ما عنديش الحق وما تابعين لوزان ما لي يسمح ليش القانون نقيد دعوه في سيدي قاسم ولا بالقصيري هاد الناس السبعيه اللي يسمى القانون اللي كيعطيني باش نقيد بهم في المحكمه وزان وقيت بهم في المحكمه وزان وحكمت عليهم بشهر سوسي الواحد شهرين سوسيا الواحد ما بينهم هذاك محمد زروال اللي كيقول هو المقدم ضد الدوار اللي مدوخو السعيد الطاهري يعني لا حول ولا قوه الا بالله اللي خصو
يردون الطريق كيخرج الطريق وكيخرج الدوار كامل الطريق. والتحكم حسن سيدي اللي كي سعودية. نعم نعم. صافي يا سيدي انا وهذاك السيد اللي هنا المقدم للدوار. نعم. هما اللي عرفوا شنو سميتو انا. نعم. ملي كنشوفو كنشوفو في المحكمة. ومشى وجا لي تهمة بأنه حرشت على الخدامة يضربوه وجاوبت عند الجدرمية. المهم هاد الناس يعني باغيين يديو هذا يدخلوا معايا في هاد الشيء صحة وكندعيهم لله. الدوار هاد الناس اللي كيتصنتوا على هذا المقدم وعلى هذا السيد اللي المقيم بالسعودية كندعيهم الله. اللي خصهم يردوهم من الطريق واللي هما بعقلهم كيخرجوهم عن الطريق. وانا كيطلبوا الحجاج انا مستعد باش نعطيهم الحجاج. واللي جا عندي نعطي الحجاج. والطريق انا ما عندي طريق هنايا. الا بغاو الطريق يمشوا للمحكمة ويقيدوا دعوة. وحنا احنا في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسة. قالوا عمي الحاج انت تستغل النفوذ ديالك والمعارف ديالك بانك برلماني سابق وفيدك كانت في يدك السلطة وعندك معارف وعندك مجموعة من الامور. هادشي لا اساس له من الصحة. هادشي الجهمير وكما جهمروا على هادشي اللي قالوا كامل بانني تعديت عليهم ودعيتهم وهذا قطعوا العود. والله يجعل الثقلة في رقبة هاد العساسة. هما اللي حصلوهم. وهذاك حصلوه بالتراكتور ليدي العود هذاك الموقف بالسعوديه. والمحكمه ما قالت غير الحق صافي. وانا يعني هذا الشيء لا انا معروف. انا دوزت في البرلمان 20 عام 4 الانتدابات وعارف اني القبيله كنت تابع الاقليم الشاون والدائره ديال المقيصه اللي تم فيها قياده زومي قيادة مقيصة وقيادة بريكشا وجماعة أشجن. وإلا عمري اشتغلت النفوذ كيعرفوني. أنا شوف باش يعرفوا واحد القضية هاد الساعة هاد الوقت هذا ما بقى لا برلماني ولا استغل النفوذ. الوزارة القانون فوق الجميع. وكاين الوزارة مشاو للحبس. وكاين رؤساء جهات. وكاين اللي البرلمانيين كلهم راهم في الحبس. ماشي انا برلماني سابق. الناس اللي كانوا معي ديك الساعات كنعرفهم كلهم خداو التقاعد ديالهم مشاو في حالهم. وانا باصي انا التقاعد السي عزيز. انا متقاعد دابا. من حقك تمارس الفلاحات انت وتشتغل. من حقي باش نكون مواطن وكل حق حقه. نعم. الا كيسني شي واحد نعطي الحقوق ديالو والحق ديالي ما نتزلش عليه ونطلب السلطات المعنيه اللي تعطيني الحق ديالي. وهي ما يمكنش تعطيني الحق ديالي بدون قانون. هذا الشيء كاذب وكل شيء كاذب. ما تسجل في هذاك الفيديو الا هو كاذب 100% ولو حاجه ما فيها صحيحه. سمعت الفيديو بقى في الحاله الحاج؟ لا عندهم الحق يقولوا احنا في هذا. ولكن انا اللي كنطلب هو هذا الفيديو ديالي اللي كنسجل دابا وديالهم. كنطلب من السلطات المعنيه يعني السلطات اللي عندها الحق باش تبحث في هذا الفيديوهات تفتح ملف ما على راسي من النيابه العامه وتفتح ملف. ولا صابت شي واحد ما بدون صواب يتحاكم خصو الاثبات. واش الارض مواليها محفظه بالتفرنسوي هذا متى يضربوا المحافظه في الصيف. الدهر ديال ملكي ما بحال اللي ما كيعترفوش به. هاد الناس خصهم يتبعوا. هذه ماشي ارض مخزنيه. لا 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 علاقه لها بالارض المخزنيه. هذه كانت الارض من الاراضي المستجعه يعني اللبابين اللي كانت عند الدوله في الستينات. هذه تعطتنا التعاونيه 1975 كما قلت لك. التعاونيه يعني شفناهم بزاف تما صراحه باعوا الاراضي ديالهم ومن حقهم. باعوا الاراضي ديالهم ولا يتملكوا ولا يستغلوا الاراضي ديالهم. وحتى انا حتى احنا كنستغلوا. ودابا هذا الشيء اللي هذه الغابه اللي باقي ما تقطعت وديك الشيء غير باقي ما طلبنا القسمه. وملي غنطلب القسمه غنجي نقطع الغابه ديالي. واللي عنده شي حاجه ما يفيد ما يفيد يدلي بها.
صافي المحكمه ترد على شي نقطه اللي جات في الفيديو الحاج، كلمه اخيره باش ننهيوا هذا البث المباشر. انا كنقول لهذاك السيد المقيم بالديار السعوديه الله يهده ويجعل الطريق بالله، راه تما خصو يستافد من الدين وبلاد العلماء خصو يستافد هو وهذاك السيد المقدم للدوار، ما يحرش الدوار هذوك الناس دراوش، وخصهم يكونوا مع الجيران ديالهم مزيانين، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى على الجارة، والجار القريب احسن من الاخ البعيد، ولهذا كنطلبهم الله يهديهم ويوليو الطريق ولا كيسالوا شي حاجه بالتي هي احسن، والمحكمه هي اعلى من كل شيء. وهو الحاج الا كان النصراني عاطيهم الطريق فانت غنطلبوك تعطيهم زعما الطريق. ومهنا مهنا تولي الخايب بين الجيران ديالهم، ماشي انا بوحدي. ماشي انا بوحدي. جيران مزيانين مع بعض. ايوا. وما يقولولك شي من كل بلاصه، وخلي لهم واحد الطريق مفتوحه اللي تسهل عليهم وتعاونوا مع بعضياتهم وكل جوره مزيانه. من كل جوره مع بعضياتهم مزيانه انا ما نزيدهم غير الله يعاونكم. هادشي اللي كاين ويحيدوا ويحيدوا الناس اللي كيقوموا بالشيطان، يحيدوا يعطيوا اتساع. ساعة الله، الله يهديهم. امين. صافي الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم. امين يا رب العالمين. واللي كيتعدى نطلبوا على الله يخلصوا. امين. من عنده. بيا وبهم وبأي واحد. والسلام. والسلام، شكرا. شكرا سي عزيز. الله يحفظك الحاج، بارك الله فيك. ونتمنوا عاوت شي استجواب خير. ان شاء الله. مرحبا الحاج. يلا واقف ديال سي عزيز. مرحبا مرحبا. يلا شكرا لكم مشاهدينا متابعينا على البقاء ديالكم. كنا مع الحاج سلام عزوز البرلماني السابق في توضيح يعني بخصوص الفيديو اللي كنا صورنا وسجلنا في عين المكان هنا من مع دوار السبعين، اللي كان فيه مجموعه من الاتهامات، مجموعه من التصريحات ديال الساكنه اللي تقطعوا عليه الطريق، قالوا بانه عنده عساس يعني مبحوث عنه ومحكوم بشي 15 سنه. يعني الحاج نفى كل شيء، قال ما عندوش شي واحد، عنده جوج العساسه هما اللي كاينين معاه. نتمنى الرد ديالو يكون شافي وكافي على هاد الناس. حنا دائما كيف تنقول لكم ماشي طرف في القضيه او تنتبناو شي تصريح ديال شي واحد ونقولوا راه على حق او على ماشي حق، فالسلطات القضائيه والمحليه هي اللي عندها الامكانيات واللوجيستيك باش تثبت في اي قضيه كان كيف ما كانت، رغم يعني الصعوبه ديالها او التشعب ديالها. فاحنا تنحاولوا نوصلوا للراي والراي الاخر، وننتقلوا عند جميع الاطراف بحثا عن الحقيقه، ونوضحوا ما يمكن توضيحه، ونتمنوا دائما ندخلوا بخيط ابيض بين النزاعات وفي كاع المشاكل اللي تتوقع. فنتمنوا يعني شي حل مع هاد الناس ديال السبعيين، ومع كذلك مع الحاج صاحب هاد الارض اللي اكد في التصريحات ديالو انها ارض ديال التعاونيه، وهو التعاونيه شاري واحد النصيب من هذه الارض هذه، وقال بانها تيجوز له بزاف ديال الطرقان دايرين له في الارض، كخص مع الاقل يقصدوا واحد الطرق وحده. وهذا هو حق الرد. كنا مع الحاج سلام عزوز من عين المكان مباشره في المكان اللي صورنا فيه مع دوار السبعيين، في انتظار يعني العداله تقول الكلمه ديالها في هذا الملف هذا اللي معروض على القضاء. نتمنى التوفيق للجميع. شكرا لكم متابعينا مشاهدينا. امطار الخير اللي تتعرف المنطقه هنايا في نواحي عين دفالي. شكرا لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء في كل مكان. الى هنا اودعكم على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.